سليمان، بنشوف معك تغريدة لك في شهر 6 في عام 2016، كتبت فيها أرجل لاعب في الأرجنتين بعد مارادونا هو باتستوتا. السؤال المنطقي لك وسؤال أي شخص، وين ميسي؟ هي شوف، أتوقع هذه كانت بعد نهائي كوبا أمريكا. هذه على قولتهم فيها غل مدريدي يعني، بس يعني ما فيها شيء. لكن أتكلم يعني توصلنا بعيد عن الواقع. لا مو بعيد عن الواقع، بس بتكلم انه بالارجنتين مارادونا حقق كاس العالم، واخر بطوله كان باتستوتا هو بكوبا امريكا. كانت هذه هي بس اللي موجوده. اي بس ما تشوف في استنقاص من ميسي؟ لا 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 لا، ميسي دنيا ثانيه يعني. بس انا اتكلم استنقاص يعني مدريد عشان تستفز مثلا البرشلونيه تقريبا. استنقاص مدريدي حق برشلونه ما راح تمسحه؟ لا ما امسح، ما راح تمسح، ما امسح. طيب بنشوف معك فيديو، والفيديو بيظهر ويانا الحين. ياتي اليسرى، هنا محاولة إلى الأمام والمتابعة، ولكنها مبعدة من سليمان. من سليمان عبد الغفور، كاد أن يكون الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 25 من شوط المباراة الثاني. تدخلك سليمان على اللاعب القادسية، منو كان اللاعب؟ سالمو أتوقع كان. سالمو واللاعب عندنا بالعربي فترة بعد. لا بس لا، ما في اي تعمد بالضبط يعني. كانت الكره بيني وبينه مشتركه، ممكن محمد يدري ان داخل السته منطقتي هذه. يعني البعض اتهم ان تدخلك كان متعمد. لا مستحيل مستحيل. او ممكن نقول ان حارس المرمى منطقه 6 متر يعني يحمي نفسه فيها. هذه منطقتي. هذه بالقانون، هذه منطقتي انا. فاني ادش بقوه لحمايه الكره بس ما كان متعمد 100%. زين، النقطة الثالثة في رومنتادا، زعلان من اللاعبين القادسية في الدوري اللي ضاع عليكم؟ لا ما توصل لمرحلة الزعل يعني. هو اخواني جاي عتبان. عتبان على منو؟ يعني ما بقول لك فهد يعني، هو مو عتبان. انا كلامي معسكر الاخير فهد الانصاري بالمعسكر الاخير كان هذا الحوار. طلعوا فاهمين الموضوع بصورة ثانية يعني، وصلت لهم اخبار ثانية. يمكن الناس قايلينها، لكن احنا بينا بين اللاعبين العربي كانت مو موجوده. هني انا صارحتهم، يمكن فتره طويله، يمكن 6 سنين بالمنتخب انا ما تكلمت في الموضوع. تكلمت هالمعسكر يعني كان بعد المباراه فسولفنا. فتكلم فهد قال انا واصل لي شيء ثاني. قلت لا اللي واصل لك 100% غلط. انت كنت يعني زعلان على فهد؟ فهدي بس. فهد ويمكن كم لاعب كان، بس انه ما كان زعل يعني، اقول لك عتب. بس في موقف ممكن تذكره؟ الفيديو اللي انتشر قبل المباراه بس. هذا اي بس انه اتكلم هو حقها طبعا، لكن كانت حساسيه المباراه والظروف. شنو ردت فعلك لما شفت الفيديو؟ والله انا ردت فعلي طبيعيه. قلت ان شاء الله يعني نفوز ونرد على نفوز بس، لكن قدر الله ما شاء تعادلنا وضاع الدوري. كل الشكر لك، انتهت الرومنتادا.